طبعا في موقع اسمه بيلد اي اي، ده بيستخدم الذكاء الصناعي في ان انت تعمل التطبيقات اللي انت عايزها في دقايق من خلال ان انت تقول له بس انت عايز ايه ويبدا ان هو يعمله لك. مجرد ان انت تكتب ايه الحاجه اللي انت عايزها، ايه المكونات اللي انت عايزها، فيبدا ان هو يعني يعمل لك قاعده البيانات بتاعتها ويعمل لك كل الحاجات اللي انت عايزها. ممكن يعمل لك موقع مثلا في كل التفاصيل، مجرد ان انت تدي له بس ايه النشاط اللي انت شغال فيه، اسم النشاط، الحاجات دي كلها. بكل بساطة هتعمل تسجيل في البيلد اي اي وتبدأ توصف النشاط بتاعك كأنك قاعد مع حد محترف وبتطلب منه يعمل موقع، فهو بيسألك بعض الأسئلة عشان يعمل لك الحاجة ديت. دي المواقع اللي هو يقدر يعملها، تكست بيست اي اي ابس. طيب الاسعار بتاعتها بيقول لك $8 في الشهر، ممكن ان انت تبدأ تعمل 3 تطبيقات اي اي وهكذا.